قلب الغابات والصحاري القاحلة في أمريكا الشمالية والجنوبية كيعيش واحد من أخطر المخلوقات اللي كيعرفها الإنسان، الأفعى المجلجلة. الجرس ديالها بمثابة إنذار، بحال اللي كيقول لك ما تقربش إلا باغي تعيش. كتهز الديل ديالها 50 مرة في الثانية الواحدة. كيعتقد البعض أن صوت الخشخشة اللي كيصدرها هذا الديل سببها كرات صغار كيتحركوا وسط الديل، ولكن العلم كيقول حاجة أخرى. الديل ديال الأفعى المجلجلة مكون من طبقات صلبة من الكيراتين بواحد الشكل اللي كيخلي وحدة داخلة في الأخرى، وحيت كتحرك الأفعى الديل كيبدأ يتحكوا بيناتهم وكيعطيو هاد الصوت. كل مرة كتبدل الأفعى الجلد كتزيد فقرة في الديل، وكلما كانت الأفعى كبيرة في السن كان الديل أطول وكان صوت الخشخشة مسموع أكثر. ممكن يوصل الطول ديال هاد المخلوق لجوج متر ونص. في حالة بغات تصيد شي فريسة فراه كتحاول ما أمكن ما تحركش الجرس ديالها، ولكن في حال تحست بالخطر كتلوى بلاصتها وكتبقى تخشخش بالجرس ديالها كإنذار. وفي جزء من الثانية كتهجم. كتحقن السم ديالها الفتاك في جسم الإنسان. السم كيهاجم الدورة الدموية والجهاز العصبي وكتدمر الأنسجة وكيوقع تشنجات عضلية وضيق في التنفس، واحتمال كبير يؤدي للوفاة.